قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحريري رحمه الله: المقامة السادسة المراغية. روى الحارث بن همام قال: حضرت ديوان النظر بالمراغة، وقد جرى به ذكر البلاغة، فأجمع من حضر من فرسان اليراعة وأرباب البراعة على أنه لم يبق من ينقح الإنشاء ويتصرف فيه كيف شاء، ولا خلف بعد السلف من يبتدع دريغة غراء أو يفترع رسالة عذراء، وأن المفلق من كتاب هذا الأواني المتمكن من أزمة البيان كالعيال على الأوائل، ولو ملك فصاحة سحبان وائل، وكان بالمجلس كهل جالس في الحاشية عند مواقف الحاشية، فكان كلما شط القوم في شوضهم ونثروا العجوة والنجوة من نوضهم ينبئ تخازر ضرفه وتشامخ أنفه أنه مخرنبق لينباع ومجرمز لسيمد الباع، ونابض يبري النبال ورابض يبغي النضال. فلما نثلت الكنائن وفاءت السكائن وركدت الزعازع وكف المنازع وسكنت الزماجر وسكت المزجور والزاجر، أقبل على الجماعة وقال: لقد جئتم شيئا إدا، وجرتم عن القصد جدا، وعظمتم العظام الرفاتا، وافتدتم في الميل إلى من فاتا، وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللداتا، ومعهم انعقدت المودات، أنسيتم يا جهابذة النقد وموابذة الحل والعقد، ما أبرزته ضوارف القرائح وبرز فيه الجذع على القارح، من العبارات المهذبة والاستعارات المستعذبة والرسائل الموشحة والأساجيع المستملحة. وهل للقدماء إذا أنعم النظر من حضر غير المعاني المطروقة الموارد المعقولة الشوارد المأثورة عنهم لتقادم الموالد، لا لتقدم الصادر على الوارد. وإني لأعرف الآن من إذا أنشأ وشى، وإذا عبر حبر، وإن أسهب أذهب، وإذا أوجز أعجز، وإن بده شده، ومتى اخترع خرع. فقال له ناظورة الديوان: حسبك ما شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نشرح الكتاب باللغة الصومالية. إلهي التوفيق الله نوافته سبحانه وتعالى. وعن سو قرني مقامدي السادسة واللحات صومة يعني سو قرني مقامد وحوب بحيي المقامة المراغية، هذا اسمها المراغية، هي مدينة في أذربيجان، ومقالك تعالى أذربيجان ساسا يكون مقعبان بالحيفاء نوالي ديادان. حارث بن همام دائما يدخل المدن المتنوعة مقالوين كلا قد سبب قليا، ويسمي كل مقامة إما باسم مدينة أو ما باسم حادثة، واحد عيب وكل شيء قليا ما مقالا ما وحكلا، وهذه يسمى المراغية بحال إرادة ومراغية. روى الحارث بن همام، حارث بن همام باوريي، وهو راونا الوحيد الراوي هذا الكتاب. روى الحارث بن همام، حارث بن همام باوريي، وقال وحويري: حضرت ديوان النظر بالمراغة. حضرت وان إمت ديوان النظر ضاد قوله هذه بالمراغة، حال كونه بالمراغة
حاله وهذا مراقب مركز أصلا ميرانا ويا هذيك اللي حضرته أنا كنت على وجهنا تصنع في عن حضرته وحن صوح حاضري بالمراقة مقال هذا مراقب اللي يراد يا صوح حاضري ديوان النظري قولها أو مرتي بحثك يا بارتانك يا دود يا جدل كي مناظرة ديوان النظر الديوان هو المجلس والنظر هو بمعنى المناظرة السابقون كان لهم مجالس يجلسون فيها وحيلها ينقلوا أي فريستان ويتناظرون فيها المسائل مسائش أي وذباران والنظر والمباحثات مع أهل الفضل وأهل العلم هي قضية مهمة جدا فيها فوائد عظيمة إن الله فريستين عالمة وأدمارتي مسائش اللب بارتت وما أد بيأد بأفائدة بنت حتى طلاب العلم مباحثات مسألة ما كيتها العلم بين طلاب مركات كلها مسألات راعت هي مركات ضد لفريسة هذا كتاب كان أنا أدينك اسكمت بان كان هاي وحنا قلت ما شاء الله غرينا لأنه ناقش فيه صح فإذا قاروا لي مركات ضد الوضع قصتين مع نفر بان بوصينا إياه تذكر اسكولادك اللي اكتوى يقانين هذا مارت صاحب بفي عن لي هذا وقون له أو حلا أخرسته وأتكون قولي سنة سواح بان بتقول سنة سا هذا كذا فهم كرين هذو يها كورنا عالم هني كلامنا على رونيس ولذلك وحن إذا كورا ترينا يا مركز هشين نن عالمة تحرشوا معه وحلا تحرش العلم باجرة صح ما تحرش العلم جوا حلا يرى هذا إن أدمارة طيب باربارتيد بالمارت زاد فائدة وكنتي بس إيش يا مارت على النقاش أدمار كسوي فايز اطرح الأسئلة ناقش معه إيش رأيك هدي أو أقبل يويا علماء قاركود ما أقوله مارت تحرش العلمي ما أقوله معلم بان حرم كمحنكو أركي نشيق أن أدو تعلى صومان أنكو أقيني نن علمنا عالمنا وياه أقام بدن حديث بمرك إشكال إجقلا يعني وما زال الإشكال فيه إلى الآن يعني ما رأيت حديثك إشكال وين بقى يجترى هفك الله رقم مؤيس سد أويه يعني إن حديثك هو ولا مناسب وها مركب ما وحن شوقني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما بين من ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان موضوع حديثك ما شو يرتهي والسكدي ليا صلاة وخشوع ملها معركة كانت عيسى وحد مودي سائل لتشوغو مارتي غزوة أحد سائد لسودي لي صلاة حتى كنت كانت صلاة وخشوع عيسى معه النبي قنا وحوير ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قولي قيقة يا منبر قيقة عند عيسى وبيار بيرها جنة كمدة لكن حديث كاس دلالة دي سواضحة هل وجود كذا مكجرتا ما يا من بري محوشي ذا مقيامة إنه قندونتا ما كنا ذي بقى قطالو أشي ذا ما قرانا يسمى عبادة لغود كذا لغو سمايو ما كنا ذا لغو قرابة أشي ذا مثلا حديث وحديث ما رت معنيش أو إنه حقيقية هذا عكرت ما بين بيتي ومن بري روضة بلا قطعة كمتها كنا ذا لفت كذا قريب كمدة إتها هذا عكرت أنا من قرانا سمع مركو عن سكود ذي إنا ما رتاي شيخ خاصي أن مثلاً حوقة كلام نقاش لكن مر كان أشياء جاب باللعبة بمقارنة سا إنه إيجا صداع هل تنكر حديث الرسول نبي حديث كم أنكره سا خليه شيخ حديث الرسول ما أنكره أيوه لكن حديث الدلالة ديس المهم وقع أمسي وتو مرت يقول حناقي باب كذا إيجا حيري أيوه ما قرأنا سوالي بوحو قد يقول إن حديث كان نبي قد دفير إن كرسان عليه الصلاة والسلام مركا قار ويدع ذا صمع علماء قار كود ويليهن ضبعي قاس قار بأس كله لكن قار كود نوا مارتي مثلا ذا نكوفة إليان كالد دوضان دلالاتي سو كتوسيان وحد قرأ ويدكوش يقان مركا وحي هاد عاده هراء علماء ذا إسلام كا وحالي راداه مجالس المناظرة إن لفريستو قولا لغو نقاشو مسائش لغو هذا هلو هذا وحان إرانا وقت كان أنشونا ديبات صحيح ما
مجالس مناظرة واتبات كويان أي ده هذا اسمع على ما قاله ولو تدق قان لما تده أي كوضح كهلان نبأ ودين عك كيانو نبدأ عنك كيانو نبدأ كسو قاضو مقرنا يسا مثلا اتبات لقسمي وحكسو بحي وحفي عن صمة مثلا ما كعلم بكسو بحي برك وقت قاسو صو حيل هايين وحيل هذا مجالس المناظرة ورق قان لسوقي مادين رق مركز سوقي رق فني 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 رجع فوق هذا محادثين أنت لقظة هذا فني فني نبغى فني جي سمارت مرك رجع رجع حوي أدباه سوي مدمش مراغة سوي مادر حضرت الديوان النظري بالمراغة أيام صوح حاضري أيام ماشى سان إمد بور حارث بن حمام وقد ترى به ذكر البلاغة مرك عناش يجي يروح اللوجه هلا يمش وقد ترى وو الحال كي ويان ayadoo xaal ay socotay ay dureersatay oo looga niqaashay fihi bihi ila rafihi oo kale u dhiganta meesha waqad jara fihi waqad jara bihi ay bil majlis majliga dhaxis dhikru al balaghati balaghada sheegitaan keda ilmu al balagha balaghada looga hadlay aftahni mada ya afmi sharni mada ya looga hadlay waqad jara bihi ay fihi fi al majlis ذكر البلاغة ذكر علم البلاغة والفصاحة بلاغة يعني هذه اللي يرادوا استلاحان وعلم البيان هي معاندة هي بديعة بركة يا بلاغة لو يقان لكن بلاغة ما شاء الله تجده هو بلاغة اللغة وجاهات يعني فصاحة يفتهن ما تجده وقد جرى به ذكر البلاغة فأجمع وحيسكون راعين جلسات إلى فديه صار فيها إجماع إجماع بقول تمي مرك رج ما شوف فديه هذا يصير له هلا يبى وحويه وح إجماع وحون غضي فأجمع أجمع همزة وهمزة ال همزة القطع ويان لأنه فعلك الرباعي صح أجمع ما أستس أكرمه أفعل وكوي مدويان فأجمع وحي إسكون راعين من ضدك وفعلك ويان أجمع حضر صو حاضري قولهاسي عدي قولها تشوكت وحيس كرة عضي ومن فرسان اليراعة حرفانتا قلمانتا هايين رقب حقورين جيري كطابت مارتي قراياشا وحيس كرة عين من حضر واسك عن من فرسان بويري مارت انو عدي ايوذو ربا دادك صو حاضري ودادك فرسان اليراعة فرسان أصل قوة يقانا وقفك فرسك يقانا سفي عن لوفوله فرسك فولتان كيسي ودغال كيسي وكورد كيسي الليلين بأباه يعني لأن فرسك مارتي ليليو يقانا فرداس لوفوله يرى عدنا محال إرادة لانتا تلعسان لغا قرو قلنك أصل يرى عدنا إرادة رقنا من كجرة رق غلمان قرى جري سيقود ديارسان بعد هدا استعماشين نقو حويان قلمانتا وقرى جرنا جيد لانتي سنت لقى جرو وات قرتيد افكيس يا وقراشر سما نعم حفظ بغداد دنعد ولا قراشر سما تقرسا اتبع حديد باللان باتو غوسني لانت قريسا لوحا لو دغيا انقاس قد يلا دخغلينيا هذا هو اليراع جيد كجلعسن با ليرا يراع كبعد اللامتي با دن با لو استعمالي هذا أردت المركة أن قال لا وقرأي أيها المقرنة إنسا مركة عكوشي إذا رقع حرفانته وقرأي ياشا يسفع عنه يقان فرصان بين غذين يعني لهم خبرة تمهروا مهرات بكدكتين تعودوا على الكتابة صار عندهم مهن الكتاب مركة عكسوا تعبيرين يهين فرصان اليراعة يعني رقع حرفانته وقرأيك رقع ماشي تشوقي أي واحد يسكون راع عن رجاس ورجوا قريالك أها إياه وأرباب البراعة براعة أفتهني ماذا يعني دتك ملكي أيويا رب صوم ببعنا المالك ما أرباب وأجمعوا رب أيها مقرنا يسا رب الملك رب البيت الذين ملكوا البراعة وهي الفصاحة وعن رنا براعة الاستهلال لما يركع مركع دشان يا لله ذا مقرنا إذا براعة الاستهلال هذا علمه سفع عن أويه هي قانون يقانون أفتهن يا مارت مقرنا إذا بالله وجه ربا
مركا براعضه حويا هي الفصاحة، أن يكون بارعا بالتعبير، بارعا بالكلام، بارعا بالخطابة، بارعا بالكتابة. قفك أسوح أسحرف كويا وكلف صان رويا فبارع بكويا، بارع بالقراءات، بارع بالفقه، بارع بالنحو، بارع بكذا لنا أنا. مركا رجع أسوح حويا ورجي مارتي أفتهن ذا أها أيا وحي إسكو راعين إجماعي مثل يكون عذواتا على أنه لم يبقى من يرقح الإنشاء وحي إسكو راعين كون كما إننا ما أنت اللهين ننحريفك أقرارك نن مارت قرك كره رسالة عجيبة هي كتاب عجيبة إنه صن هرم بيسكو راعين مارت ما أنت والله ياب لمارت بدك وقت جنب كليين مارت أفتهن ذا أها وعزقول راعين أنه لم يبقى على أنه لم يبقى إنه صنهرين من قف إنه صنهرين ينقح نقح الشيء بمعنى صفاه وهذبه شيء منقح نقح الكتاب ما لنا كتابك وحويا وحيرها أن لبها نضب كسارة مركو هرم مسودة الله سمعي سما كبعدنا تنقيح أركان كتبت أيه قرر يا نقحته يوم كذا وكذا كتابك مركو هرم تغمش بين كسمي وحكسان سؤال ولي غمش ثم فتش أمريكا سؤالي كبعد بعد ترتيبنا إذا نظامنا إذا أمريكا تنقيح حويا وتهذيب والتخليص من الشوائب وحيالها ديراتك أو لقصاره إيا إلا النظامي وحهد أوتي إذا لتهذيبنا ينقح الإنشاء الإنشاء هو إنشاء الرسائل المحكمة رسالة سغن إناد بالله بكرت أنا قاقه الرئيب سيدة مارت مقامات كانوا كلا هذه والرسائل قد يقول حويا منشأة من عندي مؤلفة أسأل سمي إسكال سمي وحي أمقرن إساء بركة ونوع عاسو كلا ليلة هذا المين هذا القوى أساسو يان رسالة دا بلاغية دا وبلاغة دا يفتحني ماذا وطا يهوري أن لو قرينين أي أوقا جيدا عد بالله بكرا يهدى مهارين بولي لا مهيو أنه لم يبقى من ينقح الإنشاء وهو يتصرف أنه لم يبقى إنه صنحرم بيسكون راعين من يتصرف فيه أي ماذا وحلنا فيه في الإنشاء إنشاء يبلغ لحدي سنة قفكو تصرف كرما مركرية كيف شاء سيدو دونه الذي ملك أزمة البيان هذا دونه قرحين كرا أبو زيد وصام رصمة مركو دونه وأمان مركو دونه وعاين مركو دونه نصر وكديجن مركو دونه نظم وكديجن ها سوره بالدلالية معناه هو محي إنشاء يأود وحوليها نوع دونه عبر مرت نوع دونه وجيدي ونوعنا من البلاغة يعني إن من البيان لا سحر رجع سنة سحر ويتصرف معمولا كريا معمول كريا فيه في الإنشاء كيف شاء سوء أسق دونه مرت وعبر كريا نوع دونه كريا وعسكر عن ولا خلف بعد السلف سلف بعد إن سنحرين من قف يبتدع باللابان كرية وعصبوسين سنكرية طريقة وضوء غراء عط حق قرالك إنه صنهارين المقرنة ننك وعلوية قانا بلاغة دي قانا افتهن كاور هدو قراء إرقاء قراء يحن ونقنا إرقاء سلسة واستبيال ونظام صن أنمارت الحقيق أهين عقلي قلية وكسوتشي دنية صمع بتابة أقنا يسوح أركيسة وابكو حيسنا نكان و لنوع حويا وكداليسا مركا نيكا بليق هذا اساس وكله وحلويا قانا انه ما تركيس هذا الحوق اللي اوكسو جيدن اي قلبي غا قادن اي كخايسن كاري مسخدادا ولا خلف بعد سلف ولا خلف اي ولا بقي يعني بعد السلف خلف ودت كده بس سلف ودت كوري دتك متقدمين تو سلف لي سلف اللغه العربيه هريون بلا استعمال لكن هذه اصطلاح ليرادو القرون المفضله اي لو يقانا سلف لكن هذا حوقه جيدا كلف دهن واجمعوا يعني وعيكو كل من أنه لا خلف بعد السلف خلف بعد إنه صنهرين من يبتدع قف باللابن كريه طريقة وضع سوق غراء طريقة واضحة ويا الغر والقراء وغر النهار ما لنت باللوق يظهر أيال يرادة مارت وحال ليلة غراء سوى كلا وحى ليرادة الغراء هو الوجه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء في وحال الزمن كوقت يسوى ناكسا وليرادة مركا ما شاء الله كعوتي إذا مساء مارتا رسالة عط
وناكسن في مثل هذا اليوم الأغر نصر الله المسلمين بانيرانا سيما لنت أنا وكلام مات وناكسن أي المسلمين تلاقوا قرقار. المهم طريقة غراء أي طريقة واضحة جديدة وضعت ومارت عصب وأن هذا كهر الله مرن قف باللابن كان أنسان شيرين أي الله يسكون راعي أو يفترع أنسان هرم بالله يسكون راعي من يفترع قف بكارن شبسن كريا رسالة رسالة عذراء أجبة بكارة يفترع وحالك يعني من أفرعته وأفرعه إذا أدماه هذو كديجي وحال يرى هذا نعم إنه ما طيب قفكم ما هو أنت مركب بكارته يعني ديك باك ودي جيس أمرت هذا مركب تمثيل حقوق ديجي رسالة عن هراء الله هراء الله لهنين أما لو قرنين أو بكارة أو يفترع بمعنى يفتض افتض البكارة ما هرين قف يفترع بكارة مسكرة يفتض رسالة رسالة عذراء العذراء ما هي العذراء لماذا سمي عذراء لتعذر وطئها صح ما عذراء لتعذر وطئها أساس عذراء لو مقعاب مركا من الاعتذار من العذر يعني وحلاك أنا أتكانت صعوبة ده مركوا على كون البكارة الوجه ده كان رسالة عصب وانهاري لو قادنين بومارتي عد بالله بن كلا ما يشرتب بليه وأن المفلق من كتاب هذا الأوان وأن المفلق نك أفتهن كأ الذي يفلق المعاني معنى الدل اللعينة وحل ريا بكين كريا المفلق هو الفصيح البليغ الذي يأتي بالعجائب ويأتي بالفلق وهو العجب وحياله الله يابك ونك كيني كريا إلى مفلق بالي هذا مرت وعكلية هاي وأن المفلق نك أفتهن كأه مفلق ومن كتاب هذا الأوان وقت كان قراياشي سكمدة المتمكنة مفلقة سو المتمكنة يقعنت كل جاي من أزمة البيان أفتهن ماذا حركة وجان كذا قعنت كل جاي كالعيال عيال أو كلو ولمذية هاي على الأوائل دتك هرئي ولو ملك قعنت بها كل وهم ملكية فصاحة سحبان وائل أفتهن ماذي سحبان وائل حبل سيئة رجيو هرئهم بعرور إياه مارت هذا عروري عروري مين كل يقول لا يستغلون الحياة عروت كل يقول ما أتنورش لما كانوا يقولون كلام وحب بهين عذ ما مشى مركز سداس وعيال كحب بهين قف ما مشى أي حركة ضمبو فصح هذا الشيء جنا يا قرالا الشيء جنا يا كحد كوري سبي مقرنيس كحريين حب بهين بقولي مرت ولو صحبان وائل أفتهني ما دي سكر بحلا سيها دربه صحبان وانصوم مرني صحبان وائل وهي هي أريد أن رأينا مفلق بانقراني الذي يفلق المعاني افتهن كويان ومن كتاب هذا الأوان الأوان هو بمعنى الوقت فقد آن الأوان يعني هذا الزمان الوقت قال لك يقول ما قرأتها أنا المفلق من كتاب هذا الأوان مفلق وحكوس فيه إنه يهم متمكن المتمكن الذي يتمكن الشيء وهو الذي يقتدر عليه أود له مكاني متمكن من أزمة البيان أزمة وجمع الزمام زمام كان محلي هذا هجان كحوله لقوه جامي صما عيالي هذا شو روك عيو نافك أيو حرق روك حرق كحين إنسان هذا كاسو ملكي أزمة البيان بيان كي أفتهني ماذا ما رتي هجان يالكي سوق عن تقول لي جاي الله وحوسي أفتهني ما ماشي قدام بس قف كنوع عاسي كالعيال بلمديها عيال عيل لأن العيل من العيلة هو الفخر والحاجة إلى الغير عدك لأباهن هاي ونعم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تفقروا نعم فمركع حويان نكاس وحويان عيال أو كلو لمدي هاي على الأوائل دتكي هرية مارت من الأول أوائل الذين ذهبوا سابقا ولو ملك كعنتها بكودي جيه ولو تمكن المفلق ولو ملك المفلق يعني كان مفلق هبا ملكيه
فصاحة سحبان سحبان الوائل يعني سحبان الوائلي اليمني افتحنا من سكرامي يا شيخ رقي اجماع باسا يقول تمام مكة رقي حشها يبناش يسوي يمت وحالا سكون راعي خلاص افتحنا من رمات كبر عليها أربعا تكتب وقت ضدك واتكين واحد دنبوس وحسي يمادنا رقا صعوم بيسكو دي دي يعني إني مارت سيو ديك الأسكار دي قال أي تيران أي سكو دي مركا مركا نوع على سكو راعي وحبلي حارث من همام وكان وحا هذا بالمجلس قوله لفديي كهل نندحاض كان هذا اسم كيد وكهل سمع وكان كهل بالمجلس ويان قولها وحا فديي نين كهلية في صومالي قال صومالي مركا كهلية فصير أيام وحكو فصيران قرمدو لكن قرمدو لكن كهلو المهم وان فترة أودع بين الشباب بين الشيوخة شيخوخة ده أيه نمان شاب نمان شاب نوكت جي مرتي وأنا منا أهن دعينا معه قرآن كنا نعص استعماله ويكلم الناس في المهدي وكهلا مقابل المهدي قال قدر كهلية تقول الله يا في الصغر وفي الكبر بالربين لي هذا نبي الله عيسى عليه السلام مركا المهم وحاجة يقولين ننحو بحارة ولما الدقوبين مرك أبو سيد سروجي مركان كبعد سوى الدقوبها سوى مرة دور شير لكن حويا وكان وحا هذي بالمجلس كهل أيات شوقي مارتنين اندحارة وشاليس كهل لقاس وشاليس فردية في الحاشية حاشية فردية حاشية حق الضنبي أيو فردية حاشية محالة هذا شيء كان أصل كأهين أنا قلت كتاب حواشي بولي يا عبد الرحمن كتاب كيسو حاشي بان اوه تيه دا متن اي حاشي ديس توش اصر وعكور اكزن با حواشي دا كتاب متن اقونا وارد احدا دو زعما حاشية الكتاب لانو اصل كمد ما شيء كستو ان اصل اهين حالو اسم حاشي انو يه هوامش ويان مركا رقو مركا يفديين لما فدين ايه حاجة الضنبة مارت ايو اسكا فدية مارت درفت دول صاربوها ايو رقب مارت ماشي مالكا فدية علمة ماشي فدية نين كان مارت اي وكان بالمجلس كهل جالس في الحاشية عند مواقف الحاشية اذي قياش بوسكي فريستان كلا ايو فدية عند مواقف عند اماكن الحاشية حاشية ضنبة حاشية وحل اتباع الرجل وخدمه نيكا داكو اديغا سيرفيس كبيحيه سيرفيس كبيحيه ام حقايبنا هي اما خدمين هي ايا لا يراده حاشيه ذهب الملك مع حاشيته ادلي لمارت بقر كيبا تغي اسوغو وتا يعني مارت اديغا ياشيس اما كران ياشيس اما مساعداش ايا لا حاشيه نعم حاشيته بركا ماشا غدالا ايو فديه ويان عند مواقف الحاشيه فكان وحوها كلما شط القوم في شوطهم فكان وحوها نكا كهلقا ما شاف ديه كلما شط القوم رق مرك يكفوا قادان في شوطهم ورقوا يأردكوا مرك يكفوا قادان ونشروا أما ونثروا لا بلا 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 عندك النشروا بعدين قرصوا ما نثروا بثاء لا بلا بلا نعم ونثروا أي فرديان العجوة تمرت وناكسن إيه والنجوة تمرت مارت الليدتة تمرت حن بولك تمرت بولك مارت حشوغا إيه تمرت وناكسن مارك فرديان من نوطهم كيسس كودا إيه بورسوين كودا أما تراب كودا إيه كدادين ينبئ وحو كور رميي تخازر طرفه إن يرين تيسة إيه من عسيقيسو إيه وتشامخ أنفي سنك أتاقيه أنه مخرنبق إنه يهي مدي يرقروبي لينباع إنه صبر قدو سببوده وحاك حلا فدس وجه كيس داخل سيد وحاك قررن يسان نين كان إنه مارتهي نين وحد يارسن ورقان ليابن أو اس دياري إنه يهبا كمو قنيس لأنه أحيانا مكو هاللي سيد دفك قارك وحش جوز حتك أقرن كريسا مارت وحيلها أو قلب جيسكوها يه أياد وجه جيسك مو كان كريه وإيش كينا يان
نين كان والدة يا إيه لما أنت تبحش يا جيان حولي وحماشكم أيها يان كان دوني لتلوم بارك الله فيك وحو يري فكان وحو أها نين كاسي الكهلقو كلما شط القوم شط من الشطط شط بمعنى بعد وفق هذا ويان وحال لا بئر شضون وعال سلكي سفقي هاي ومن نفس الكلمة بحلاك يعني الشيطان لأنه بعيد عن الله وبعيد عن الطاعة مركب الشيطان كساس مش لاك يعني ويان كلما شط القوم يعني كلما ابتعدوا في شوطهم شوطكم أتقانا وريق ويان نحن ندور حول الكعبة سبعة أشواط شوط أشواط مركز شوطك وريق جيبا مار شوط بالي دادا تريهم بهذا ماشي دادا كلما شط القوم رقوا القوم ماشي بمعنى الرجال أصل كان القوم حلو استعمال رقا أوكليئة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء في مقابل النساء إلى قومك أي لا يسع ماله سبحانه وتعالى برقى قومك هم الرجال رقوا مركة مركة كفوا قاذان في شوطهم شوطكم حائرة وريقي وريقي يعني. أما ترتن كأي ترتم أيان هذا شوط كان محوشي إذا رقوا كفوا قاذان معنى ذو وعرض ينصمه ويترتم أيان ماش هذا الكأي مار تحوشي هذا ما شاء الله هذا حويوة استعارة وما وضو ما رتي إن شركة هان شركة هان الأردمين لكن وحوها هذا الكو من حيث العلم والنقاش العلمي نقاش العلمي قا أي هيا وحمارتي مثل هذا اللقاه اللي يمارت كلما شط القوم رقوا مركي كفوا قاذان في شوطهم ترتنكو ذا علمي قا يبحثقو ذا ونشروا أي ونثروا أي فرديان الداضيان نثر بمعنى نشر وأسلم ماشي ويان طيب نثر بمعنى رمى وألقى ونثر أي توران العجوة واصفة لموصوف كذا معذف هي تمرة العجوة ويان تمرت وما في عنبل العجوة ده ونحن عجوة المدينة نبي يقول عليه الصلاة والسلام وكي أمانة عجوة وكلمات عليه الصلاة والسلام لكن تمرت وناكسن باس قولوا ذلك مرة على مركة الداديان تمرت وناكسن إيا النجوة دانا محال إرادة وعكس كده نجوة يعني التمرة الرديئة الدنيئة أيها دوء جدا لكن إرادة كان ماشا لك يا نبي إليهن إرادة معروفة معه النجو وشيء مرتفع والنجو حويا وحال إرادة وحيالها لافت كامل لطوري أوكال سيسا حرد أوكال نجو ذا والإرادة لكن تمرتا إن مدنا الإرادة عجوة أي نجوة بدل كده تهاي واللفت قال استعماله وحليه شراح ذو علماء اللغة ذو هذه اللغة أهل البصرة واللغة خاصة أهل البصرة أكتب منتشر كويت حيالا أهل البصرة عام بيكوتها البصرة ما قالها بصرة وحرير كيمين تمرات كأدب يقانين أمتك السنة كده سي ولقت ولا نورات أكل أقوم بديين مرك تمرات ما جت تمرات ضم ولها أي مارت اللقاء يجا محلي واه أي هاد مارت اللغة ذان وأنا مارت منتشر أنا هين إنه هذا هو كده التمر الرديئة ونثر أي فرديان العجوة تمرت وناسين ونجوة أي كفرديان من نوطهم نوط ومن كيسهم نوط وحال إرادة والكستة وعلاقة له علاقة يعني وحال ما لغبته أي الإرادة نوط نوط محال إرادة حديث كم حوها اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أنواط وحويا الذي يناط بروحته ما له لسرتوية بركة والكستة وما لغبته له علاقة بالإرادة علاقة له أي نوط كلوية قلنا أي الإرادة هذا نوحى أوتشي إذا شراب كي تمرت لقوشوب شراب كي تمرت لقوشوب كيس كيدا مرأة على مركة تمرت كد عادية أنا مدو أنا سنة مدحون عادية كو تمرت وام حي محوكوش بهيا
بارك الله فيك. وجه تشبيهه وشبه وحوي هل الكأي هل يان قبل يقودي أدب كأخنا يان أما وأريه وناسنا وريح أما أدب حوق لا مرق ضعيفة معوك وشبهها يا ويركنا ما يبعن خلا يا عجوة نجوة وكلامك نوت كنا أفك نوتك ماشي لقى صوت طوري ويركا لقى صوت طوري وحوي يان أفك ذوك صوت بحي أساس موقت أين موقت صح وسيلة مغطو ندعي كريسنا إنه عكرتها لكن تشبيه ساسو إجيا مرة الله مركو أفكو ذا كصوب إرحن إيره وناسن مدعوق له كي وناسن وحكت تشبه تمر وناسن كي كلنا ما تمر لي دتة ما شو كصوب بحينا ووالكي والوعاء عندهم هو الفم أفكي بكسو طوريان مركي نوع أشياء كينا يان أشياء جيان أيوة نوع أكو هلا يا أيوة وحو يري waxa fadhiye somadheen gadaasho waxa fadhiye nin ba fadhiye markay hallaan oo hadalka ay sheegan yunbiu ay yakhbiru wuxuu sheegaya at ka akhri kartaysa takhazuru tarfihi inda yarayntiisa eegitaanka uu eegayo isha gadaasho uu ka fiirinayo waxa la yiraahdaa khazara jarahu أي نظره باللحظ العين إيش الجلاش إذا ما كان قف كفي رسيت إن دهنا يري رسيت ما قرنا إسا وحكوا سنا سحقة أنا ليدي سقف ما إيش هو إن ده هو تسكو قبته أيوه مارسيل ليدي تبو إيجي يا هو فيرنا يا مارت لأنه كأنه يحقرهم ويرى على أنهم ليسوا على شيء تخازر النظرة باللحظ العين خزر يخزر خزرا أي ضيقت عينه وصغرت إيش سياراتي مركب إنه سوق قبناية بريارين بلين سوق بريارين أساس ولا هو سوق إيجية مركب مارتي هذا الأيام مركب حكوش إيجية ضرف وما ضرف العين إيش درفتي إذا مارتي كأنه ينكر عليهم إنه كون إنكر يا كلاوية نظر المنكر لشيء أو كأوفيرنا يا مركب حلاق قرنا إن يرين تي سيجتان كأوفيرنا يا وحكوش إيجية يتشامخ أنفه سنكي سأتاغي سنكي مارت سنوينين باك موقت يحقرتان أولي ذي شامخ شامخ أنفه محالي ذا سنكي مكو غفكو أو كور أتاغو كبر يعني هذا عبارة عن يا سندير أنك أسمنا سمان المهم تعبير عن تكبر وانا ما سنكي نو أتاغي سا سنكو إيتاجي بيلا هذا صوما بمعنى أنه يتكبر علي يعني ويجاك إسكال كيوين يا هاي وكلا على 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 أنفي على خشومتي سنكي مقرنسة عدد إليه دتك متكبر أنت وكلمات المهم تشامخ أنفي يا وحو كوش شيء أنه مخرمبق مخرمبق وأري علوس صوما لينباع مخرمبق وحيد هذين ومتهيئ وهو يقفك الديار قروبي ويان وينتظر الفرصة متهيئ ويان ومطرق على الشر وهو وضح الرارعين يا شر درتي هذا وعلى مخرمبق بالد هذا نعم مرقع عليه ومخ أنه مخرمبق إنه مارت إصدياري بكتوسنا يسأي على فهمي يا أيه كوش يجي يا بحوسود بحوم مارت لا لا منسيه وما لحور رارعنا يا لينباع لينباع من الينبوع ينبوع هلا إذا بيهم كسوية عن صمة سوق رحان ينابيع من الماء من البيوك يجي مادين لينباع ماشى حوتشي هذا ليخفز إنه سب وذو دونية، ليصلات، بسلا الصوت قاله، حقوس دتشينية لكن وأنا صوت ديارنا يويا، أنا شو هذا ما قرانيسا، لينهض، وليصب، سيد بيو برقضان وكله، إنه صوب برقضان يدونية، صوب صياع، سيد كله حقوس دتشينية ومج رمز مج رمز منقبض إنه أروريي
وانه يهي مات وانه اوران لها وانه طيب وخبر ان خبر كذا يكون عطفن تايدنا وحكت سنة انه اصقو مجرمز انه يهي مد اساروريي او سيمد الباع باعي ستاقدونا سيمد مجرمز كاسو سيمد تاقدونا الباع ولي قام مارت اللباح وقارسنا يا ساسو تقصو أروريو هالمر قب سينا يا سوما مركا حكو الشبهة يا نوع عاصف كلام سوى دماء يعني بها حيوان كلباح وكامكو وقارسنا يا تأس قابيو ميال أبقى له ايو هالمر بق سوري يا سوما مركا باعيس وقعنتيس هالمر قب من وقفتو ربا صيدك ايو بقرانا جا لابد أن ينقفت مركا رؤس أروريو ثم سيمد الباع بعيسى قعنتيس ايو ما قرايس سوت تاقي دونه رب انه سيوب دونيا بركا ان كانوا حكس ليا هي انه وارسدوا رباه رقا تدغيستو لكن سو ديارين يا مارت سيمد الباع ان وحكو تسنيس سدو كلا انه نابض يبري النبال انه اصاغ نابض انه يهي غماي او يبري قرنيا النبال اللي بب يفلار قرنيا كان حويا في لارز وسيد ديار سنه قرنيسا نابط انه نابضي الى يرادو والنابض وحويا وترك قانصده قوسك نينكو مركو وصل انت وصل استعمال كور وحوت تجابيه حرق حوجس دي كذا كيرت وين نبضك كيرت مركو صارت اوقبته اي وصاص دها ما قرنيسا نبض القوس بالي لا مركو وحوت تجابنا يا قوس كمارته وتركيز حرقيس إنه حوج ليه بروح كوه ذوانين مارته جماعي أهو قانصدي سسيد يا رسانية نابط أيوة ماركو نابط ويا إنه وياه مارته نين مار قانصده سيد يا رسانية أو سيب باري أو كلام ما قرنايسا حرقيه إلى نية نعم حرق قانصده متشيده يدهان يعني إنه يهاي لكن على وجه هذا المهم الذي يجذب وترها وتركيد وشيدية ثم يطلق وسيدينية فتكون فيكون له رنين يكون له نبض القلب ثم قع من نبضات القلب أسألكم القصص أنا ما شكرني وعلى وجه هذا المهم ورامي ونن جماية أو يبري من برا القلم أو برا الشيء وحويا أو قرنية بمعنى ينحت محو قرية النبال النبال هو هي سهام نبال هي سهام وفلارة فلارة ليرادة ليبب ليرادة في صوماليا المهم واحد نطلع نغطيه هذا يبرئ السهام يجهز سهامه علشان يقاتل في ميدان الفصاحة فلاريس يحيس أسيا ديارتنا يا حرب بوضقال قوية أحركها سيكتسون سيد أمانت السورة كم قرية ورابط وأنه رابط يقولوا يا مد الرومان وفرنية ويبغي دونية النضال الدقال فلا ركو الدقال من دونية نابط أو رابط ربط بمعنى جثم وفريستيويا الرابط هو الجاثم النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مرابط الغنم محالي مرابط الغنم حوله حرد فريستان يالي هذا معاضن الإبل مركا ربط وفمك حبط كفر استشيك ايوه ما قرنيس ربط مركا رابط وانن مارتي انه يا فديه ويبغي اي بمعنى يريد وحدونيا النضال فلا رؤن كنت قالما النضال الذي يرمي النبال انه تورو دونيا محيت هي مركا فلا رؤن تور ربو محي ناشر المكان عوضه كلام فلا رع علميه المهم وحب ربعين المسائل أذك سوى طوره دقال أو كسوى قيب قاله أيو دوني بركو حكا لقاي فلارت مهد أوتي داهي وفلارت أفتح نمد لأنه قنتالو سوى طوري وني كان مكا استيارين إنو إياه فلما نصلت الكنائن وفاءت السكائن فلما نصلت مبني المجهول بقرينا نصلت الكنائن قبو يدي مركي لمريي نصلت بمعنى فرقت
مركي لما ريي صارت فارغا ليس فيها شيء من من الكنائن. الكنائن ومحي صومال وحي يرادين قبوي بيرادين لكن قبوي معلوش شعابك جعبله ما مرت ان يمكن رامبوي قو كلام مرت بركو قادنا يو فلاره باشو كشبت قفكو دبرك دغه مت كان كنت فلا كنت قال ما دبرك كخرتو كيس كشبت بركاسو كيس كاسكار صوب بحي فلاره صوما مد مد ولا صوب حيا صوب او دغالبا مد كيس كان لوو شوبو فلارها ايا اف سومالي غبويدا لوو يقا لوو يرادا ان كنا ان وا جمع ايدو اه ايا لو استعمالا بركا وحا مركي لمريي غبويدي مكي مرتي او لمريي وحو جيدا هذا المرو دماده رجا وحو كدغيا فلارهود هذا الكودي هذا الكيبا كدماده علمي با كدماده وحي شيغان كدماده مركي لمريي او وفاءت اي صول لابطي السكائن وحسلوني اي صول لابطي هذا الكيبا دماده سوما بس اي شي با دماده قصب حين نقطه العمص فاء قرانك عرب قرانك شيغ ما لو استعمال فاء ها وما افاء الله اه صح ويا فان فاءت صح فاء بمعنى رجع والفي هو الذل اذا رجع صح فيق هو اللي هذا الميم فاء بمعنى رجع ماشي وحويا فلما فاءت السكائن جمع سكينه سكينه وجمعيه زي مناسب اقول نقطه كنائن اي مرتي اولى لي فقراتك وفاءت السكائن اي جمع سكينه حسلونا يدب صلابتي او ركدت ركد الماء ورقد الشيء بمعنى هدأ وركدت أي دكتي الزعازع يعني حويا ضوفانتي حوق بدنات ما هي دكتي زعازع جمع زعزع زعزع محلي هذا طبيش حوق بدن التي تزعزع الأشجار وتقلع الأشجار طبيش حوق بدن سو حتى ما نرى نمارت زعزع الأمن نكاس أمن نجيبه مقرانسة او دباتو او زعز او روحي ويا مركا دبايشي اصل كهت طبي الحوق له وقيده الروحه عيال ليا عيال لي يرا ما غرانس وانا جمع مفرد كده وا زعزع مركا وحوليا الرياح العاتيه الشديده الى استعمالها ورقدت اي هدات مركا حاس شيء الزعازع اي الطوفان هذا وحوليا وهو ودا ركدت الزعازع يعني ركد النقاش وبحث العلم والمناظرة بالك سوى كذا مارت مناظرة يحق لها أي مارت ما كحاسس شيء وكفى أهرب تومي وكتشوقي المنازع كي دودي المخالف طفي خلافي أو مارت مرن كودي أهل كلام كها أو آمصي وكفى عن النطق وكفى عن الكلام وكفى عن الحجة المنازع الذي ينازعك والذي يخالفك كويها مارثة لدو ذي أو سكنت أي حاسس شيء الزماجر يعني زمجر ذي يبوقي زمجر ونك إحنا قصصه ما عدك سيداية له ما محل هذا يزمجر رأيت فلانا يزمجر يعني سو بوقي يعني لا يمر إحنا قصنا هذا كان رقي دو ذي بوقي مرمى مركي بوقي كير هذاي وحاسلين وسكتت وسكت المسجور والزاجر نينكي للريبي اما ما غرانسا نينكي دوداي نينكي لا دوداي با اموسين سكت او اموسي المسجور كي لزاجرين اي ولد لا اموسين اي اموس لورناي اي والزاجر كي زاجرين اي اموسين اي زاجر مسجور ويا مانع ممنوع خاصم يا مخصوم صح صح مهان واضح مهم صح وجهي ذا رقي مرميه ولا مرميه زاجر مسجور بالها ما كنت أسي الأمسو رجي أي أمسين أقبل على الجماعة رجي بكسو جيستي مركا بس ديارين ما كنت أسي رجي أي واحد أمي نينك حريف كساس الروية قرواسو قابل أرض الرجو إلا كنت ألاذو أكلم مع الله صواريخ ضباطل ودقي سنة ماشي يوفا دي مركا مركو مانتو ماشي فدي وين مارت دقي استو مركو مركو أمي أميين مركا سو ربا أساقي مارتين وصوق على ماشي صوق على مركا سو صوق جيس على الجماعة وقال وحوير لقد جئتم والله بان كو دارتي لقد جئتم ولتمادن شيئا وحبا لتمادن ادن اي حم منكر
منكرا فظيعا بلتي بعدين بورمارت وحم بلتي بعدين لقد جئتم شيئا إدا سؤال القرآن ما بقى واسكما اقتباس وياه شيئا إدا يعني شيء منكرا عظيما وياه منكر وين بلتي بعدين أيوك بورمارت بعد ما جوا يدين منكر وين بوها وشرتم واللحتين عن القصد وضدي توسنات جدا أدبض واللحتين جدا شرتم جارة والجور هو الظلم والعدول عن عن طريق الحق وشرتم بمعنى ملتم واللحتين عن القصد القصد هو الطريق المستقيم أيا لله وضدت توسن بل إلى ذا واتقل لحتين جدا بمعنى كثيرا صمه فربان بعد كفقاتين وما ما حسبته ما حنقول اني من شيء منكر كا ما حنوضعوا قبحني وعظمتم وحد وينيسين العظام اللي فيها الرفات اباليوبي عظمتم العظام العظام الرفات بقول ايه بعد اللي فيه اباليوبي اياد وينيدين مرت يعني دتك دنتي او تجي أياد أياد مارت ويني سيمبلي حد كودي بقى كسرت وحيسنا هين بعد مارت كديكتين سقي ربعين وراك هو كفي عن وعظمت واحد ويندين العظام اللي فيه الرفات بمعنى البالية الباليات عظام الرفات وافتطتم واتفقاتين واتكون ديراتين في الميل لحشدة إلى من فات عدي تكتي تذكر هربا مارت كفقاتين أمانتين أمانتين وافتدتم من الفوت من فاتة أي لكن أرجع إذا ذهب نعم أو إذا ذهب إذا ذهب وبعد هدف فقاته فعلتم واحد صميدين ما لا يجب وحن واجب حين إلا سمايو وتجاوزتم في واد قلتين بوجه إذا مات وافتدتم واد فقاتين وقدراتين في الميل لحشدة إلى من ضد أقول لحتين أمان توت إلى من فاتتغي ومات يعني وغمستم لنعكلا وغمستم واحد حقرتين جيلكم دات كينا جيل كينا أياد حقرتين دات إلى النار جيل كيني الذين كواسوا فيهم أيجا لكم عليك إذ كو سجناتي اللي داتوا يعني إسلفل أم إسلفع أم إسلداء تتكا مارت كوفك كو وقت لالتين اسكو الزمن لالتين اللي دات وجمع لدة وحاويا وهو الذي ولد معك قفك كورا شالي اسكو بلا لالتين يا لالي لالا مارت اسكو فلكتهم مركضتكي او لانوشي هنون دادين اي ايات مارت مالو حمرو غدعدين بولي مارت وغمستم غمس بمعنى حقره يغمسه يحقره غمستم اي حقرتم والدين جيلكم جيلكن الذين كواسوا فيهم اي قدحوا ذا لكم عندك ان يكون سناتي اللدات يعني تلدى لتهين اسلا وقت يتهين ومعهم اي قدحوا جيلكن أي إن عقدت كجن تنتي المودات وتعلك أي هذنا تعلاتين وأد أمانتين النصيتم يده المانتين يا جهابذة النقد جهابذة النقد يعني رجا نقد جاية كلا صارك رجلا كلا صوعتان كيس علم قال علم نقد هو تمييز الكلام هذا الكلا كلا صوع متك حون متك وناسا رجا مارتي معلمين تيس هايو حذاق ده وقلضة جهابذ جهابذة وحويا وحال إلى هذا الحذاق مفرد كذا محيان غانسة جهبذ قفك جهبذ كوحويا العالم العظيم الناقد المتضلع من المعارف وانتك مارتي بوحى علمي حقيس وحكى للسير عكرية أيها اللي إلى هذا جهبيت كلي هذا مركب حكولية هاي أنا سيتو مهل مانتين يا جهابذة النقد ك
كلا صارتان كذا كلا كلا صاره رجع علماء دي سأهيو وحذاق ذا عاقلين تسأهيو إيوة موابذة الحل والعقد يكوى قال ليالك أها قرصو رياش الحل موابذة الحل الحل فريتانك يو العقد قدنتانك قدنتانك كوى شيء بنايا أما شيء حرمه أما شيء ديدة أما شيء أقلاضة كوى قال لياش أها موابذ أرقان وحويان نك قال لي جاه كرسورة قال لي جاه كمارث القاضي أي أصل كوحي استعمال فرس لغة فارسين وحلي هذا موابده موابد وحويان بمعنى الموبدان الموبذ مفرد كموبذ ويان موبذ وحلي هذا بمعنى القاضي لغة فرس أما عند المجوس قاضي عند المجوس حديث بقى وحا صور وري كسرى لقاه الله فأرسل كسرى إلى الموبذان الموبذان يعني القاضيان لبق قاضي بود موبذان لبق قاضي ويا قاضي بود موبذان موبذ مكوى القاضي في لغة الفرس وموابذ الحل والعقد وحوجي ذا وأيغا وحنبنا وحنا قوية وحنا أيغا ديدا أيغا يالا قوان كيكا قالا marka ragga wuxuu ka dhigaa nuqada ah inay yihiin qudaadi hadalka qaar ka saxar iyo qaar kale kala gaar kar kara miyad hilmaanteen ma abrazatu anasitum ma ay alladhi da maf'ulki nasiyan kadigayna miyad hilmaanteen ma ay alladhi midki abrazatu ay bannaanka keentay ay soo muujiday tawariful qara'ihi fahmayalka kuwada cusub oo wabarraza أو غالب نغضو مغضي في أسق رحيسة الجذع فرس كياري على القارح فرس كوين أو أغحوك بدنالي ومن العبارات المهذبة وعباروين كياه يعبرتان كي المهذبة مارتي للنذيفيي أما النذيف كالغادقي وناكسناي يو الاستعارات استعاروين كي سربيب ياشي المستعذبة مستعذبة اللي هو معانس دي يو الرسائل قراياشي الموشحة الحرني يو الأساتيعي هورنتي المستملحة اللي قم عن سدي ورنت أسمعها المانتين بور مارتن مي تذكر وقت يعني نوله انت أنا قصومي لكم حقا انت أنا شرحينا ما من هل مانت أنا نسيت ما أبرزته ويا ما هل مانتين ما أبرزته من برز شيء بمعنى ظهر وحأي موجسي ضوارف القرائح طوارف قرائح جمع قريحة طوارف طوارف محل إذا هذا شيء طارف وشيء تليت إسكزور جيدا طارف كوح كسطوع الصبع لذا حولها آد شغيسته هذا طارفي وحي أوقع كده عشان هو وتالد ويا ستصعمه وحي عصبع لذا هذا لذا مرح آد شغيسته مركو حولي ياهي أدين كده ترى كان ليسين مياد هلمانتين بولي ياهي وحي صوم بنانك كينتي طوارف القرائح قرائح جمع قريحة وهو الذهن الأذهان مسكح ذا عصبي فكرة ذا عصبي كانت مياد هلمانتين بكلية وافتهن ماذا تذكر أماني زين تذكر تذكر عصبة كتير ومارت وحصب لي ماذا طوارف القرائح وبرس أي بمعنى غلب أم وغضي وكأود بذي فيها سريعيسة الجذع محال إرادة الجذع الفرس الصغير ويا فرس كياري على القارح قال القارح والفرس الكبير فرس كوين هذا على فرس دائر يا فرس دقة دي لا ترتسي كي حق بدن وابود دارينيا فرس كير سما روحوا له وتذكر أمان سوا تجا كواس لكن كوير وهذا حجرا ولا يمارت فرداير يروح حق لو دارية باكر مار مركب محل ما انتين بولي يعني ده كان عصبي بحيالها مارت عصبي اللي ما مسكح له عصب يحق كتير عصب تسمح المانتين مارت وكو قال لا فرس ولا ترتين سينيه بركاسو عدي مخي مارتين او من العبارات المهذبه عبارات وعبرتانك عبرتان يلا عبره والمهذبه لتهذيبيو مارت الى صافي قري الي مالان من العبارات حال ويا عبارويك المهذبه هي والاستعارات هذاك استعاره هذا هذا واسر باب
شيء هذا الكبر كوصل بيبتي وكم عيني هاي ينو مارتي ينو توصية تزعم صار بيبتي أنا مسكح دير بيبان تاي بقرنسا وها شيء توصل أقوش يا جو إنا إرادو عباس صوق على مساجد كا إنا إرادو إيه وحوي يا قرحة بمساجد صوق شيء إنا إرادو لو تتبر تفتح زين ها قرحة صوقش بركا هذا الكبر إنه قرحة صوقش توصمة صمة هذا هو استعارة قال لكن دان إرادة معيّة لما يقدر عباس هيمت لكن دان إرادة قرعة زاك زوجش ولكن حاول كذا افتحني مرك وحاول معكم هذا الكاس وكان محل إرادة استعارة لي إرادة يا ولا استعارات استعاروين كي يصير بدأ المستعذبة اللي مع سدي مارت يا ولا رسائل رسائل شيئة قرعة ياشي الموشحة المزينة المجملة لقرحي مارت لحري وشح شيء موشح وحويه شيء قال مارتي دين آد ما قرنايسا أتكلم رئيسيته وقرحيسيت يلي هذا مركز رسائل القرحية إلى حري هي والأساتيع السجع يقول حويه وأرجع إسلام متكه حسي كتاب أنا كل كوب صعده هورس كلي لا سمعنا هورس بان إيرانا مقفى الكلام المقفى سيك هذا كمارتي أقول عية يلي هذا ما قرنايسا أساتيع جمع سجع هذا الأسلاك والأساتيع المستملحة ما يستملح به أو حلو معان سده من الملح بعلاقك أنا خلاشينكم ما كان ملح كدرتم معايا سما إذا ملحت الطعام تستعذب به وكم معان سنسا بركوا المستملحة وهل القدماء ناس بتشوجينا عمرنا واداش المسكح بس حرت معان المفردات بضمبا لحدة بعلنا مع المفردات كذا لقى ربع إنها تكفى إلى 60 إن شاء الله تعالى أنت سعى وسكت وجنيا تلاهي وبالله التوفيق صلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله